بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحفظ المساكين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقفنا في المرة الماضية حول الكلام عن عمرة الحديبية وما فيها من دروس وعبر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لاستقبال هذه الكلمات في واقعنا اليوم، وأن يوفقنا للخير إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقفنا في المرة الأخيرة بعدما عاد عثمان رضي الله عنه وأرضاه، بعدما بيع وما حدث فيها من أحداث، كيف كان أبلغ الأثر في إرغام قريش على الصلح وعلى أن يبرموا عقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه ليبلغ قريش رسالة، وكان النبي يؤكد صلى الله عليه وسلم بأنه ما أتى إلا للعمرة معظما للبيت، يريد أن يذبح الهدي صلى الله عليه وسلم ثم يطوف ثم يعود إلى مكة إلى المدينة. وكان النبي حريص أن تصل هذه الرسالة إلى قريش بل وإلى المجتمع بأسره، وكان لها أبلغ الأثر، بل كانت في الحقيقة هي أضعفت قريش إعلاميا حينما صدت قريش صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسجد الحرام، وهذا فعل شنيع ومستنكر حتى في الجاهلية. عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه لما تأخر خرجت إشاعة بأن عثمان بن عفان قتل، فأجرى النبي صلى الله عليه وسلم على إثر ذلك ما عرف ببيعة الرضوان، وبايع النبي الصحابة وكل من بايع تحت الشجرة، وهم 1400 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم في الجنة وكلهم أتقياء من أهل الجنة، وهذا ما بشر به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعد ما انتهت البيعة أتى عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ثم أتى على إثر مجيء عثمان، وهنا المبارك فوري يقول عقد الصلح، كيف تم الصلح وكيف جرى من وكيف تم هذا الصلح، وكيف استطاع صلى الله عليه وسلم أن يدير هذه اللحظة الحرجة جدا من عمر الصراع بين الحق والباطل بكل توفيق واقتدار وبكل سعة صدر وطول نفس ونظر للمآلات، وهذا ما فعله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مبارك فوري يقول لما سمعت قريش بهذه البيعة، يقصد بيعة الرضوان، فدخلها رعب عظيم، خافت قريش وأسرعوا بإرسال سهيل بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه لعقد الصلح. لكن في الترتيب مكرز ابن حفص على رواية ابن إسحاق أتى قبل سهيل بن عمرو، وفي الحقيقة هذا هو الظاهر، لأن مكرز ابن حفص كان من الشهود على الصلح ودون اسم هذا الرجل في الصلح، هو وسهيل بن عمرو من طرف المشركين. إذن هنا نقول أمر، لما أتى مكرز ولما رآه صلى الله عليه وسلم
قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الرجل رجل فاجر. لما أتى مكرز على الرواية اللي أتى بعد بيعة الرضوان، فلما أتى قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الرجل رجل فاجر، يعني رجل عرف بالفجور. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أكد له بأنه ما أتى إلا للعمرة، وقد ساق الهدي ولا يريد قتال، بل أتى يعظم حرمات الله صلى الله عليه وسلم. فقيل وهو يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم: أتى سهيل بن عمرو. فلما أتى سهيل بن عمرو قال صلى الله عليه وسلم للصحابة: سهل لكم أمركم، سهل لكم من أمركم. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم استبشر باسم الرجل، وكان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفعل الحسن، الكلمة الطيبة يسمعها أو يذكر رجل اسمه يدل على معنى فيه خير. فأرسلت قريش سهيل بن عمرو، أسلم بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: سهل لكم من أمركم. وأيضا هنا فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرف الرجال، وكان يعرف قدرات الأعداء، وكان يعرف كيف يتفاوض مع كل رجل يأتيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلما رأى النبي سهيل بن عمرو قال: لقد أراد القوم الصلح حينما بعثوا هذا الرجل. الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ المشهد، قال: مدام قريش أرسلت سهيل بن عمرو فهي تريد الصلح. وهذا والصلح الآن، الصلح الآن بالنظر للمآلات انتصار لأهل الإسلام، لكن بعض الصحابة اللي نظروا للنظرة الآنية الوقتية رأوا أن في ذلك إشعاف، وهو حقيقي كان فيه إشعاف، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينظر بنظرة أوسع، وكان صلى الله عليه وسلم له أفق أوسع صلى الله عليه وسلم، وينظر إلى مآلات هذا الصلح على المستضعفين من المسلمين، على من يريد أن ينضم من القبائل، أن حينما تصالح قريش النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر يدل على أن قريش اعترفت بقوة الإسلام وقوة النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر سوف يتحول إلى الندية وإلى الرضا بالأمر الواقع. فلما أتى سهيل قال صلى الله عليه وسلم: لقد أراد القوم الصلح، إذن قريش أرادت الصلح حينما بعثوا هذا الرجل. فبدأ سهيل بن عمرو يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلح. قريش كانت تشترط شرط أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل علينا عنوة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل مكة غصبا، مع أن النبي يؤكد لها، هو ما أتى لحرب ولكن أتى معظما للبيت يريد الطواف، لكن قريش تريد حفظ ماء الوجه، فكانت قريش تتمسك لا يدخل علينا عنوة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يريد العمرة، فجرى هنا مفاوضات، والصلح حدث بعد مناقشات ومداولات ومحاورة وأخذ ورد. من ينظر في بنود الصلح يتعلم فنون أو فن التنازل. السياسة الشرعية مبناها على المصالح والمفاسد، ومبناها على فن التنازل، مبنى السياسة الشرعية، بخلاف قضية الدعوة. الدعوة مبناها على هداية الخلق والإعذار إلى الله وإقامة الحجة، لكن السياسة مبناها على تقدير المصالح والمفاسد، وأيضا مبناها على فن التنازل. أنا أتنازل عن شيء وتعطوني شيء، وهذا ما فعله صلى الله عليه وسلم. لكن كلمة التنازل
عند الساسة الشرعيين نتنازل بعيد عن المبادئ وبعيد عن الثوابت، نتنازل في الوسائل، في وقت، في كذا، نقدر المصالح والمفاسد. وتقدير المصالح والمفاسد أمر من الشريعة، أمر من الشريعة، لكن البعض شوه أو أراد تشويه هذه القاعدة، وظن أن فن التنازل أو ظن أن قضية المصالح والمفاسد معناها خور وضعف واستكانة، وهذا الأمر ليس صحيح، بل الأمر مبنى على المصالح والمفاسد، كما بيّن أهل العلم في السياسة الشرعية. بدأت قريش، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يفاوض سهيل ابن عمرو، فبدأنا هنا نكتب بنود الصلح. الاتفاق أولا تم على البند الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم يرجع مع المسلمين هذا العام، يرجع عن مكة ولا يدخل مكة، ويدخلها العام القابل، فيقيم بها 3 أيام ولا يكون معه من السلاح إلا السيف في قربه أي في غمده. يعني الشرط الأول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل مكة ويعتمر في هذا العام. وهنا قريش تريد أن تحفظ ماء الوجه لها حتى لا تقول العرب أن محمد دخل علينا عنوة، ويأتي النبي من قابل ويمكث في مكة 3 أيام ولا يكون معه إلا السلاح، من السلاح إلا السيف في غمده أي غير مشهر، فوافق صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الأمر عند الصحابة وعند الناس اللي بينظر للنظر الأنية، خاصة مع المشاعر ومع العاطفة ومع الشوق للبيت الحرام ومع التلبية والإحرام والهدي، وأن قريش الصحابة هزموها أكثر من مرة، فلذا تجد لماذا نعطي الدنيا في ديننا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر للمآلات، فوافق صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني من بنود الصلح أن تضع الحرب بين الفريقين 10 سنين، لا قتال، 10 سنين بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر يصب في مصلحة أهل الإسلام أكثر، حتى يستطيعوا الحركة للدعوة، يحيدوا قريش، وله بعد ذلك من الثمرات اللي لا زال أهل الإسلام يجنون ثمرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم وافق على مثل هذه البنود صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الشرط الثالث، من أراد أن يدخل في عهد محمد صلى الله عليه وسلم دخل فيه، اللي عاوز يدخل في عهد محمد صلى الله عليه وسلم دخل فيه، ومن أراد أن يدخل في عهد قريش دخل فيه. وهنا أصبح يظهر لكل مدقق أن الأمر مبنى على المواجهة، من أراد أن يدخل في حلف محمد قريش وافقت، ومن أراد أن يدخل معنا أنتم توافقون، فوافق صلى الله عليه وسلم على البند الثالث. البند الرابع، وهو ما أثار حفيظة الصحابة، من التجأ من قريش إلى المسلمين يردوه، يعني أي واحد يسلم من قريش ويذهب للمدينة النبي صلى الله عليه وسلم يرده لقريش، ومن التجأ من المسلمين إلى قريش لا ترده قريش إلى المسلمين، وهذا إشعاف. من أتى من قريش مسلم للنبي، النبي يرده صلى الله عليه وسلم، ومن أتى من المسلمين مرتد وأتى لقريش، قريش لا ترده، فوافق صلى الله عليه وسلم. وهذا كان فيه إشحاف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تذكر معي ما قلت المرة الماضية، قال والله
ما يدعوني لخطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجابتهم إليها حتى لا يقع الصدام الحرب. والنتائج كانت حتكون نتائج مهولة. الصحابة بايعوا على الموت وقريش تقاتل في مكانها والحرب هنا سوف ولو دخل النبي عنوة كان حيكون لها أثار، حيسير الدم في 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 هذه البقعة، وقد يترتب على ذلك حرب إعلامية شرسة ضد من؟ ضد الإسلام، ضد النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يقول نحن نعظم البيت ثم يقتلون. والأخبار هنا والشق الإعلامي له أثر كبير جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم وافق على هذه البنود، وكان النبي ينظر للمآلات. لذا عند الخلافات من ينظر تحت قدميه دائما ما يكون عرضة للوقوع في الفخ. من ينظر تحت قدميه يكون عرضة للوقوع في الفخ، ومن ينظر لمآلات الأمور وإلى أين ستسير إن شاء الله دائما ما ينجو ويخرج أشد عد. ممكن يكون هناك خسارة، نعم، لكن إذا قيست هذه الخسارة الوقتية بالخسارة، إذا قيست هذه الخسارة الآنية بما سيترتب على التصادم سيترتب عليه مفسدة كبيرة جدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان ينظر للمآلات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقريش تريد حفاظ ماء الوجه، فالنبي يعلم أن قريش لا تنظر للمآلات، لكن قريش تريد مصلحة وقتية حتى لا يقول العرب أن محمد دخل غصبا. من المهم جدا معرفة خصمك إلى أي مكان يريد أن يجرك إليه، من المهم جدا، من المهم جدا قراءة ماذا يريد خصمك منك، لأن البعض لربما ينساق وراء ما يريد الخصم بلا روية ولا فهم فيقع في المحظور وتضيع الثمرة وتتبدد الجهود ويقتل من يقتل وتسفك الدماء، ونتحول من مرحلة انتصار وخطوة للأمام إلى رجوع خطوات للخلف. لماذا؟ لأنه ينظر تحت قدمه. ولعل هذا يفسر شيء من ما يحدث في واقعنا المعاصر، وخاصة ما يسمى بالربيع العربي الذي تحول على البعض من ربيع عربي إلى خريف شديد البرق والرعد، وإنا لله وإنا إليه راجعون، بسبب عدم النظر في مآلات الأمور. الرسول صلى الله عليه وسلم هنا دعا علي لكتابة العقد، فقال صلى الله ويظهر أن قريش أن اليد العليا للنبي، لأن النبي دعا الكاتب من عنده، وبدأ النبي يملي وسهيل بن عمرو يعترض، والنبي صلى الله عليه وسلم يدير فن التنازل. هنا سوف نوضح ما يمكن التنازل عنه وما لا يمكن في هذه الواقعة. فقال صلى الله عليه وسلم لما دعا علي رضي الله عنه وارضاه أملأ، اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال، هو الرسول صلى الله عليه وسلم هنا تأكد ان قريش تريد الصلح أم لا؟ صح؟ مش تأكد النبي ان قريش تريد؟ كان ممكن النبي يضغط اكثر، صح؟ لكن ممكن الضغط الزيادة يفسد المكاسب، صح ولا لا؟ واقع مش واقع، الضغط الزائد عن الحد الغير مدروس ممكن يتلف الثمرة، كأن الحديبية كانت بعد 25 من يناير يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل ما ندري ما الرحمن، احنا لا ندري ما الرحمن، ولكن اكتب باسمك اللهم. مع اي انسان
لا يعرف السياسة الشرعية ممكن هنا ماذا يفعل؟ يقيم الدنيا. لا، لازم يدي بلاش، صح؟ صح، واقع مش واقع. لكن فن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي اكتب باسمك اللهم. طبعا في بعض الناس اعترضوا من الصحابة، كيف؟ طيب لو قال سهيل بن عمرو اكتب باسم هبل او اللات والعزة، كان النبي حيرضى؟ إذن هناك أمور ممكن تتنازل عنها، وفي أمور تتصادم مع الثوابت ومع أصل الإسلام ومع الشريعة، وفي أمور يكون فيها تقدير المصالح والمفاسد والأخذ والرد. لذا يجب على من يشتغل بالسياسة الشرعية أن يكون عالما بالأحكام الشرعية، ويفرق، يفرق بين الممكن والمتاح، وبين ما يجب وما لا يجب، ويجوز وما لا يجوز. وهنا نرد على بعض من يقول أنا أسمع كلام العلماء في الدعوة لكن في السياسة لا، نقول نظرة ليبرالية صرف، لأن السياسة مبناها على العلم الشرعي، بل وعلى التمكن من العلم، صح ولا لا؟ صح. فكتب يعني محي هنا بسم الله، يعني الرسول رضى، رضى صلى الله عليه وسلم رضى انه يمحى بسم الله الرحمن الرحيم، ويكتب مكانها باسمك، باسمك اللهم. فامر علي صلى الله عليه وسلم امر علي بن ابي طالب ان يمحوها، فمحاها علي. ثم قال صلى الله عليه وسلم اكتب يا علي، اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. ده المأمول، صح؟ ان احنا نكتب ايه؟ محمد رسول الله المأمول، صح؟ فقال سهيل، بعض الاخوه ممكن يتعب نفسيا بقى، صح؟ ويسيب ويسيب بقى المعركه، اصلا بيلغي، عاوز يلغي محمد رسول الله، صح؟ عاوز يشيل الشريعه، صح؟ صح. فالرسول قال، فقال سهيل لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت. شوفوا الورع، ورع قريش. لو نعلم أنك رسول ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، لكن اكتب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ثار الصحابة، في ناس ثاروا، كيف نمحي أو يمحى محمد رسول الله؟ ازاي؟ صح؟ ايه الإشكالية؟ يموت 5 مليون يعني عادي، ما فيش مشاكل خالص. الصحابة لا يخافون من الموت ولا يجبنون رضي الله عنهم، لكن الأمر يحتمل، وهنا يدخل العلم. فقال صلى الله عليه وسلم والله إني رسول الله وإن كذبتموني، وهنا والله إني رسول الله وإن كذبتموني، وأمر علي أن يمحوها صلى الله عليه وسلم. ياه، النبي حيرضى؟ أرضى صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي لم يمحو، ما استطاع أن يمحوها علي، ما استطاع رضي الله عنه، فامتنع علي عن محوها. كان ممكن النبي يقول له امحوها يا علي عشان لما تمحي المادة دي هنكسب كذا كذا، صح؟ صح؟ ويقول لنا الكواليس ليه نمحوها. يا إخوة، السياسة الشرعية، القرار السياسي إذا فسر فسد، تمعي؟ القرار السياسي إذا فسر فسد، لأن خصمك إيه؟ هياخذ بالك، هياخذ باله منك، تمعي ولا شو معي؟ هياخذ باله، أنت عاوز إيه؟ فقال امحوها يا علي. فكان ممكن يقول لا علي أصلا إحنا حنمحوها عشان نعمل، صح؟ البعض عاوز كده،
في مواطن تحتاج ثقة ثقة، فامتنع. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أرينيها يا علي، النبي لا يقرأ، فأشار إليها فمحاها صلى الله عليه وسلم بنفسه، صلى الله عليه وسلم محاها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بيده الشريفة، وكتب نسختين، نسخة لقريش ونسخة مع المسلمين، نسخة لقريش ونسخة مع المسلمين. سعة الصدر، النظر للمآلات أمر ملازم للسياسة، مراعاة المصالح والمفاسد، فن التنازلات بما لا يتصادم مع إيه؟ مع الثوابت ومع القاعدة الشرعية. وهنا كلام العلماء، لأن ممكن يكون عندك أمر أنت تراه لا يجوز التنازل فيه، العلماء يقول لك تنازل، والأمر يحتاج إلى علماء، علماء يجيدون كيف الحسابات الدقيقة في وقت الشدائد والمحن والإحن. أثناء الكتابة الاتفاق تم ولا ما تمش؟ تم الاتفاق. أثناء الكتابة أتى من؟ أبو جندل رضي الله عنه وأرضاه. أبو جندل عبد الله ابن سهيل ابن عمرو المفاوض عن من؟ عن قريش. أتى عبد الله أبو جندل رضي الله عنه وأرضاه، والعقد يكتب، فأتى رضي الله عنه وأرضاه وهو يرصف في قيوده ويحجل فيها، يعني خرج من مكة فار من قريش يرصف في يجر القيود الحديد، حتى أتى ودخل مع المسلمين، فلما رآه من؟ سهيل بن عمرو، قام إليه وأخذ بمجامع ثوب وضربه، فقال أول ما أقاضيك عليه يا محمد، ده أول واحد إيه؟ نقاضيك عليه. فقال صلى الله عليه وسلم، لم ننقض الكتاب، يعني إحنا لسه بنكتب، فقال لا آذن لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم جزه لي، اعطيه لي. فقال فقام سهيل وضرب أبا جندل، ضرب ابنه، وصاح أبو جندل يا معشر المسلمين أأرد إلى المشركين يفتنوني في ديني؟ الكلام اللي يقوله أبو جندل ده صح ولا لا؟ ها؟ أنا تردوني للكفار يفتنوني في ديني؟ طبعا الموقف إيه؟ هذا اختبار قاسي ورهيب للصلح برمته، صح؟ استطاع صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة أن يكبحوا جماح العاطفة وحبس المشاعر اتجاه هذا الموقف الذي لا يطاق. يطاق هذا الموقف؟ لا يطاق. العاطفة حتأخذ قضية المصالح والمفاسد برمتها. طيب لو اختلفوا ايه اللي حيكون؟ ما كان ممكن ناخذ ابو جندل وخلاص، ايه اللي حيكون؟ صدام، قتال. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر اليه وقال اصبر واحتسب، فان الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. ياه، يا النبي حيعمل ايه؟ حيرد لمن؟ لقريش. ليه؟
مصالح ومفاسد. تمعين؟ لأن قضية المصالح والمفاسد أراد البعض اليوم أن يشوه هذه القضية، إما بجهله، جاهل هو أصلا، يجهل أن هذه القضية من قواعد المصالح والمفاسد، والبعض الآخر لربما يلمزها، وبعض طلبة أنصاف طلبة العلم يقول لك هو كل حاجة مصالح ومفاسد صح؟ سمعتوها ولا لا؟ كل حاجة مصالح ومفاسد، كل حاجة مصالح ومفاسد، بل الدين الشريعة أتت لتتميم المصلحة والاتيان بها وتقليل المفاسد وتقليلها، الشريعة أتت بهذا المعنى. اللي حيحصل ان ابو جندل حيرد وممسوك من تلابيب ثوبه، من اللي مسكه مشرك، من سهيل بن عمرو، والوضع صعب، والصحابه كون ان هم مش هيعتمروا هذا العام، لا ده امر هيج المشاعر والعاطفه، وكون ان رجل ياتي مسلم يرصف في قيود يرد، الامر ازداد الم على الم، الامر ازداد الم على الم وهم على هم، فكاد الصحابه ان يفقدوا صوابهم لما يرون ويشاهدون. لذا المره الماضيه قلنا ان كون ان مشرك يدعوك او منافق او باغي او ظالم يدعوك الى تعظيم حرمات الله وانت تقبلها، هذا من اشد الامر على النفس، بل هذا من اشد المواضيع وادقها على النفوس. هكذا قال ابن حجر في الفتح. شوف سيدنا عمر، سيدنا عمر مش موافق ابدا. قد يوجد ان الانسان لا يوافق، قد يوجد داخل العمل، لكن انظر الى تعامل سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه. المهم في هذا الموقف، موقف ابو جندل، عمر بن الخطاب اخذ يقول له، يقول لمن؟ لابو جندل: يا ابا جندل، قال: اصبر واحتسب يا ابا جندل، فهم مشركون، وانما دم احدهم مثل دم الكلب. ويقول ليه؟ وعمر يدني منه قائمة السيف، عمر ايه؟ بيوريه السيف يعني. يقول عمر: رجوت ان ياخذ السيف فيضرب عنق اباه. سيدنا عمر يقول ليه؟ اصبر، مش قادر، انما هم مشركون، ودم الواحد فيهم كدم الكلب. يقول عمر: وأدن منه قائم السيف، يعني يقرب مني، رجاء أن يأخذه مني ويضرب به عنق أباه. يا سيدنا عمر هو بيتكلم لكن داخليا نفسه، داخليا، إذا ممكن يكون المشاعر شيء والتصرف شيء، وهذا قاعدة، وهذا الأمر من أدق الأمور على النفس وأصعبها، صح؟ من أدق الأمور على النفس يعني. لكن أبا جندل ما التفت، بل يقول عمر: فظن بأباه، يعني بخل أن يقتله في سبيل الله. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، موقف صعب جدا، وازدادت الصعوبة، ازدادت الصعوبة. مبارك فوري أتى بعنوان يقول: حل المسلمون من العمرة، تحللوا يعني، وحزنوا على قضية الصلح.
وحزنهم على قضية الصلح. لما فرغ صلى الله عليه وسلم من كتابة الكتاب قال صلى الله عليه وسلم للمسلمين: قوموا فانحروا، فما قام منهم أحد. رسول يقول لهم ايه؟ قوموا فانحروا عشان تتحللوا، يخلعوا الإحرام ويلبس الملابس العادية. فقالها ثلاثة صلى الله عليه وسلم لم يقم أحد لشدة الهم والضيق، مش حيطوفوا بالبيت. وأبا جندل عاد لقريش والشروط المشحفة، بل البعض يؤول تأويل حسن يقول ظنوا الصحابة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم حلوا رخصة، وهو أخذ بالعزيمة فلم يفعل، فلما دعاهم ثلاث لم يستجيبوا، فدخل صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وذكر لها الموقف. وهذا من الأدلة اللي بيرجح بها البعض جواز استشارة المرأة في الأمور الكبار، ومنهم من يقول إن ولاية المرأة مش ولاية كبرى، إن هي ولاية صغرى، ويجوز استشارة المرأة في الأمور الكبار يعني. وإن كنا نحن نرجح إن المرأة لا مدخل لها في الولايات الكبرى، لكن هذا الأمر يخضع لقضية المصالح والمفاسد. واضح الأمر؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم الأمر فأشارت إليه، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم فينحر هو بنفسه ويحلق رأسه. قالت للنبي قم فاحلق، انحر البدنة ويحلق رأسه صلى الله عليه وسلم ولا يكلم أحد. ففعل صلى الله عليه وسلم. هذا المشهد يسمى عند علماء التربية رؤية الفعل. أبلغ أنواع التأثير في الطلبة وفي الأتباع أن يروا منك السلوك. ممكن الإنسان يسمع كلام جميل، لكن الأقوى في التأثير رؤية الفعل اللي هي بيسموها القدوة. فالرسول صلى الله عليه وسلم خرج وأخذ المدية السكين وذبح صلى الله عليه وسلم ما معه من هدي، ودعا الحلاق فحلق رأسه صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسوق معه في الهدي جمل لأبي لهب، كان في أنفه برة من فضة. الرسول عليه السلام خرج من المدينة معه جمل من؟ أبو لهب. كان أخذ أبو جهل، أقصد أبو جهل، نعم، كان أخذ غنيمة في بدر، فأخذه صلى الله عليه وسلم إغاظة لمن؟ للكفار. فشق عليهم ذلك لما رأوا الجمل، جمل أبو جهل ينحر، فشق عليهم ذلك. وهنا فيها جواز إغاظة الكفار، إغاظتهم، وهنا إظهار الشعائر، إظهار الشريعة، إظهار هذا الأمر. هذا أمر مهم، مهم جدا. وكان صلى الله عليه وسلم يظهر دائما مخالفته للكفار وللمشركين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ليغيظ به المشركين. فلما رآه الناس قاموا فنحروا وحلقوا. هنا الفعل أبلغ من الكلام ومن التوجيه. وكاد بعضهم، بعض الصحابة، وكاد بعضهم يقتل بعضهم، وكاد بعضهم أن يقتل بعضا غما. هما عندهم حزن وكان عندهم أمل أن ممكن يطوفوا، لكن لما نحروا خلاص هنرجع. فهم يذبحون ويحلقون غم وهم وحزن وكآبة، يعني في هم وحزن
وكآبة لا تطاق. نحروا السبعة في بعير والسبعة في بقرة كما هي الأوصاف الموجودة في الأضاحي وفي هذا الباب. يعني استجاب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم رغم الألم والشدة رضي الله عنهم وأرضاهم رغم الألم والشدة. فيش ولا صحابي كتب على صفحته على الفيسبوك إني أنا محبط أنا تعبان نفسي ولا تويتر، ما فيهم واحد، لكن عندهم هم وحزن يريدون الطواف بالبيت ما استطاعوا، لكن استجابوا رضي الله عنهم وأرضاهم. وعلى إثر ذلك بعد ما نحروا ذبحوا جاءت نسوة للنبي صلى الله عليه وسلم يريدن الدخول في الإسلام، وكان حزن المسلمين لسببين، الحزن اللي عند المسلمين لسببين. السبب الأول رجوعهم بغير عمرة، عادوا بلا عمرة. ده إحنا الأخ اللي يكون مستني تأشيرة الحج وما تجلش تقعد تواسي فيه، معلش واصبر وإن شاء الله هتحج بعد سنة، واصبر واحتسب، ده ما تحركش من بيته صح؟ تخيل بقى هم عند البيت ولا يستطيعون. الأمر الثاني عدم المساواة بين الطرفين في الصلح، الشروط فيها إشحاف عليهم. الأمر الأول رجوعهم بلا عمرة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر: أوليس كنت تحدثنا أن نأتي البيت فنطوف به؟ يقول للنبي: أنت مش حدثتنا أن إحنا نأتي البيت نطوف به؟ فقال النبي: بلى حدثتك. فقال له النبي ردا: فهل أخبرتك أنك تأتيه العام؟ يعني أنت حطوف العام؟ قلت: لا، أنت حدثت أن إحنا حطوف بالبيت. فقال له النبي: أقلت لك العام؟ قال: لا عمر. فقال صلى الله عليه وسلم لعمر: فإنك آتيه مطوف به، سوف تأتيه وتطوف به. وهنا بث روحه أمل، حتأتي يا عمر وتطوف بالبيت. قال: فإنك آتيه مطوف به، رضي الله عن عمر وأرضاه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أزال هذا الجانب عندهم، بيّن أن قريش لا تريد أحد يدخل عليهم عنوة، وأنتم سوف تأتون البيت تطوفون به بعد فترة من الزمن اللي هو العام القادم يعني كما هو في الصلح. والرؤية صدق، الرؤية اللي رأى النبي صدق وحق لأنها وحي. أما الجزء الثاني بأنهم ما نالوا المساواة في الصلح، فكان نظر النبي أبعد، فقال صلى الله عليه وسلم: من جاءنا منهم فسيجعل له الرب سبحانه وتعالى فرجا ومخرجا، ومن ذهب منا إليهم فأبعده الله، اللي حيرتد أبعده الله، ومن جاءنا منهم يصبر ويحتسب وسوف يجعل له الله سبحانه وتعالى فرجا ومخرجا. فمن ينظر للمآلات في وقت الشدائد يقوى قلبه على اتخاذ الموقف، ينظر للمآلات، ومن ينظر للحظة الوقتية لربما تسيطر عليه المشاعر والعواطف فيقول كلام يندم عليه بعد فترة. وفعلا عاد صلى الله عليه وسلم بالأصحاب للمدينة، وكان الصلح هذا له أثر، وكان لا يدخل فيه إلا النبي ومن معه صلى الله عليه وسلم، لكن المسلمين اللي في الحبشة بعيدين عن هذا العهد. طيب النساء، الرسول صلى الله عليه وسلم قال النساء لا يدخلن في هذا العهد أو في هذه في هذا الصلح، لكن لا زالت المشاعر، مشاعر الصحابة حزينة،
حتى جاء عمر. موقف سيدنا عمر يظهر لك الواضح يعني أو الحال. فجاء عمر للنبي قال يا رسول الله ألسنا على الحق؟ سيدنا عمر يقول لي احنا مش على الحق وهم على الباطل. فقال صلى الله عليه وسلم بلى. فقال أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ فقال صلى الله عليه وسلم بلى. قال أفنعطيهم الدنية في ديننا؟ احنا نعطيهم الدنية نرضى بهذا الجور في الصلح؟ أفنعطيهم الدنية في دينه في ديننا ونرجع؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال يا ابن الخطاب. عمر ينظر لفوات المصلحة الآن، والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر لدفع مفسدة، مفسدة أعظم. فقال صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري ولن يضيعني أبدا، صلى الله عليه وسلم. طب هو النبي ماذا فعل في هذا الصلح؟ أخذ بالقواعد الشرعية وتعامل بها. فقال فكل من تعامل مع القواعد الشرعية ما وقع في معصية لله ولا مداهنة، وكل من كان نظره للوحي وثقته بالله فلن يضيع أبدا، وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فحسبنا الله ونعم الوكيل. عمر ذهب عمر متغيظ أيضا لمن؟ للصديق. لربما عمر يتكلم مع الصديق يقدر يطلع الكلمات، لو بيتكلم مع النبي لازم يحافظ على الألفاظ، وهذا ديدا عمر رضي الله عنه. فلما ذهب للصديق قال له ما قال للنبي، فأجابه عمر، فأجابه الصديق فقال مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال له الصديق يا عمر فاستمسك بغرزه حتى تموت. استمسك بغرز رسول الله، بغرز رسول الله حتى تموت، فوالله إنه لعلى الحق صلى الله عليه وسلم. هذا يظهر مكانة من؟ الصديق رضي الله عنه وأرضاه. السكينة اللي عند الصديق، التؤدة، العمق التفكير عند الصديق، فنال به أن يكون الأول. مالي بمثل سيره المدلل يمشي رويدا ويجيء أولي، رضي الله عنه وأرضاه، أبو بكر الصديق. نستفيد من درس سيدنا عمر الجزء ده. سيدنا عمر لما شاف شيء هو لا يفهمه وأشكل عليه، ماذا فعل عمر؟ هيج الرأي العام وبدأ يودود في الصحابة، بين الصحابة يتكلم. وماذا فعل عمر؟ لا، عمر رغم ما يجد لكن ما تكلم مع أحد، ذهب لمن؟ صاحب الأمر، وكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكل وضوح وصراحة. قال فلماذا نعطي الدنيا في ديننا؟ عمر ما هيج الرأي العام ولا شاع ولا تكلم ولا فعل ما يفعله بعض أرباب الفتن اليوم، يشيع بين الناس، لكن سيدنا عمر ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وتكلم معه، وتكلم بصراحة وبوضوح. يا إخوة، في بعض الأحيان تجد أن البعض عنده مشكلة ولا يستفسر ولا يسأل ولا يواجه ولا يتكلم بوضوح وصراحة، وتجده من خلفك يتكلم بكلام صعب. هذا أمر صعب جدا على فكرة. الصحيح أن تتكلم، إن كنا على الحق سويا وإن كنا على باطل نرجع للحق سويا، صح؟ لو أنا على حق وإنت على باطل إذن تتبعني، لو أنا على باطل وأنت على حق ورؤيتك الصواب إذن نرجع للحق، والحق أحق
أن يتبع. عمر واضح. فلما انتهى من الكلام مع النبي ذهب لمن؟ للصديق، لمكانته رضي الله عنه وأرضاه. فلما ذهب إليه فكان رد الصديق حاسم وقاطع وحازم. ماذا قال له الصديق؟ قال له: إلزم غرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه والله على الحق. رضي الله عن الصديق، رد قاطع. فإذا أتاك إنسان في بعض الأحيان، بعض الناس يريد رد حازم وحازم وقاطع، مش رد مغلف، لا، رد واضح، خاصة إذا كان ممن يعمل معك وعنده شبهة يستفسر عنها. فلما انطلق الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم قافلين للمدينة، أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ما حدث كله كان فتح، ده احنا ما طفناش بالبيت وعدنا، واللي حيكون مسلم ويعود للكفار لن يعود لنا، ومن أتانا منهم نرده. موقف أبو جندل. فأنزل الله سبحانه وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ما كان فتح، لكن فتح مبين، هو فتح مكة، لكن الحديبية فتح مبين كبير جدا عظيم، سبحان الله. فأرسل صلى الله عليه وسلم إلى عمر بعد ما نزلت عليه الآية فقرأها، فجعل البعض يقرأها على عمر أو أقرأ عمر إياها. فقال عمر: يا رسول الله، أو فتح هو؟ هذا فتح؟ إيه الفتح اللي فيه؟ عارفين إيه الفتح اللي فيه؟ خلي بيني وبين الناس، موجود في وسط الناس، موجود في سعة من حياته، صح؟ قال: أو فتح هو؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. فطابت نفس عمر رضي الله عنه وأرضاه، طابت نفسه لما نزلت هذه الآيات. لكن واحد آخر من الصحابة لما نزلت إن فتحنا لك فتحا مبينا، فقال رجل: يا رسول الله، أفتح هو؟ فتح. فقال صلى الله عليه وسلم: إي والذي نفس محمد بيده، إنه لفتح. وهنا جواز أن يحلف الإنسان بدون أن يحلف أو يستحلف. قال: إي والذي نفس محمد بيده، أو فتح، إنه فتح. فتح، سوف ترى أثر هذا الصلح بعد قليل يعني. فالرسول صلى الله عليه وسلم، لكن شوف شعور الصحابة، الصحابة يفكروا فيه الآن. فلما نزلت هذه الآية: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، قال بعض الصحابة للنبي: هنيئا لك يا رسول الله. إيش هنيئا له؟ ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. تفكير الصحابة فين؟ الصحابة يقول: هنيئا لك يا رسول الله، غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الصحابة بجهادهم وببذلهم يبحثون عن المغفرة. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. فطيب سبحانه وتعالى نفوس المؤمنين، قال: هو الذي أنزل عليكم السكينة، رضيتم بهذا الأمر. وكان هذا فتح أيضا لهم، وتبشير لهم بالمغفرة، وكل من بايع تحت الشجرة غفر له وهو من أهل الجنة. لكن شوف التفكير، قالوا هنيئا لك، بعض الروايات قالوا هنيئا لك ومريئا يا رسول الله، من ربنا غفر لك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ورضي الله عن صحابة رسول الله، ولعنة الله على شانئ الصحابة ومبغضيهم.
فنحن والله نحب صحابة رسول الله ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، فلهم في أعناقنا فضل عظيم، فلولاهم كنا على الوثنية وكنا عباد للأوثان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، فجزاهم الله عنا خيرا. فقد فتحوا القلوب قبل الأمصار، وفتحوا البلدان وفتحوا القلوب قبل البلدان، فرضي الله عنهم وأرضاهم. فيجب علينا حبهم وإظهار مكارم الصحابة والتأسي بهم والاهتداء بهديهم رضي الله عنهم وأرضاهم. عمر بن الخطاب اللي حيفعله عمر الآن قاعدة مهمة جدا في حياتك تتعامل بها مع نفسك. عمر الموقف، عمر يقول ألسنا على الحق، ألسنا على الحق وهم على الباطل. عمر رأى هذا ذنب. سيدنا عمر شاف ايه؟ ده اللي بيقول اليوم يبقى ايه؟ من السادة المقربين، صح؟ لكن عمر مع نفسه يقول كيف أنا؟ عمر رضي الله عنه يقول ما شككت إلا يومئذ، ما شك في الإيمان، عاذنا الله وإياكم، لكن وحاشا عمر، لكن عمر يقول ما شككت إن النبي اجتهد فأخطأ إلا يومئذ. يقول عمر نادما يقول ولا زلت أعمل لذاك اليوم أعمالا رجاء أن يغفر الله لي. سيدنا عمر كل ما تذكر الحديبية يصوم ويصلي ويتصدق ويعتق رقاب رجاء الخير من الله سبحانه وتعالى. يا الناس دي بتتعامل ازاي؟ تعامل كيف؟ مهم جدا ان الانسان اذا قصر او رأى من نفسه تقصيرا فضلا ان يكون ذنب واضح ومعصية لله، فهذا يحتاج الى توبة. لذا فمن اكثر الامور تسبب الانتكاسة نسيانك لذنوبك القديمة. إنسان بيتوب لكن ينسى أن له ذنوب فيظن أنها قد غفرت له، فالحل أن تتذكرها. فماذا تفعل؟ اوعى تتذكرها بلغة الشباب اليوم، يتذكر الذنوب يقول هي خربانة خربانة، صح؟ ولك والله لن يغفر الله لي، لا. فحينما تتذكر ذنوبك يجب عليك أن تتصدق وأن تسجد وأن تفعل طاعات رجاء الخير من من الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك قضية النساء المهاجرات، بعض النساء بعد إبرام هذا الصلح والحل تحللوا من العمرة، جاءت نسوة مؤمنات للنبي صلى الله عليه وسلم، فطلبت قريش وأولياء النسوة من الكفار يعني من رسول الله أن يردهن، فامتنع صلى الله عليه وسلم فقال الصلح كان على الرجال لم يدخل فيه النساء. امتنع صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولهم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر. الرسول ايش الاختبار؟ يقول قتيبة، يقول ابو قتادة الاختبار ان تحلف بالله انها ما اتت نشوزا عن زوجها بل اتت حبا في الاسلام وتعظيما للاسلام، فكان هذا الاختبار ان تقسم انها اتت حبا في الاسلام لا نشوز عن زوجها الاول الكافر ولا طمعا في زوج مسلم، لكن اتت تريد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا تمسكوا بعصم الكوافر
هذا نزل تحريم من كان تحته امرأة مشركة فليطلقها ويفارقها، ولو كانت امرأة مسلمة متزوجة من كافر تنفصل عنه وتتركه. فطلق عمر رضي الله عنه وأرضاه امرأتين كانتا تحت عمر ولازلنا على الشرك في مكة، فتزوج إحداهن معاوية ابن أبي سفيان والأخرى صفوان ابن أمية. هذا الأمر عند العرب فيه كأنهم فعلوا ذلك لعمر إغاظة لعمر رضي الله عنه وأرضاه، إغاظة لعمر بن الخطاب، لكن عمر مؤمن ممتثل لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلما أتت النسوة للنبي صلى الله عليه وسلم يريدن مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء بلا مصافحة، وهذا أعظم عقد في الإسلام، عقد الإسلام، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء بلا مصافحة، إن المرأة لا تشرك بالله ولا تسرق ولا تزني ولا تقتل ولا تفعل هذه الفواحش. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قبل منهن بعد الامتحان الإسلام، وطلق المسلمون أزواجهم الكافرات، وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمات وأزواجهن الكفار. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فعل وكان أسبق الناس رضي الله عنه وأرضاه. الصلح خزاعة، قبيلة خزاعة اللي منهم من بديل الخزاعي اللي أتى للنبي في أول الأمر، فأما خزاعة فدخلت في حلف رسول الله وفي ميثاقه. خزاعة دخلت في حلف من؟ في حلف رسول الله وفي ميثاقه، وكانوا حلفاء لبني هاشم في الجاهلية ودخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بنو بكر فعاهدوا قريش ودخلوا في حلف قريش، وكان هذا سببا بعد ذلك لفتح مكة كما سنبين في وقته إن شاء الله. أما المسلمون المعذبون في مكة فانفلت منهم رجل يسمى أبو بصير رضي الله عنه وأرضاه، وجاء إلى المدينة. أبو بصير انفلت من قريش وجاء للمدينة، فأرسلت قريش رجلين إلى النبي ليردوه. قريش أرسلت للنبي رجلين ليردوه، فرده صلى الله عليه وسلم إعمالا ليه؟ للصلح، وهنا الوفاء بالعهود والمواثيق حتى مع الكفار. بعض التكفيريين والأفكار الجهادية يأخذ تأشيرة من بلاد مثلا كافرة فيذهب هنالك ويحدث فيها تفجيرات أو قتل، فهذا لا يجوز في دين الله، لأنه في عهد وميثاق دخل بتأشيرة تأشيرة دخول، فلا يجوز له أن يرتكب هذه الأعمال، والعكس بالعكس. لكن بعض هؤلاء لا يفقه، وهذا الأمر لا يخضع للمصالح والمفاسد، لكن هذا الأمر للأمر لابد النفي بالعهود والمواثيق. فوفى صلى الله عليه وسلم لهما. فلما نزلوا بذي حليفة اللي هو أبيار علي الآن يعني، أبو بصير قال لأحدهم ما أجمل هذا السيف الذي معك. فقال الرجل المشرك قتلت به كذا وكذا، فقال أرني إياه، فلما أخذه ضربه فقتله، قتل الأول. وأما الثاني فجفل وأخذ يندفع اتجاه المدينة، فلما رآه صلى الله عليه وسلم من بعيد قال أما هذا فقد رأى زعرا. لا، هو شاف أمر مفزع، رجل أتى يجري، فقال الرجل قتل صاحبي وإنه لقاتلي، يعني قتل صاحبه حيقتلني. فلما أتى أبو بصير زجره صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم ويل أمه مسعر حرب لو كان معه أحد، وهذه إشارة يعني يفهمها، قال ويل أمه مسعر حرب، يعني حينقذ العهد بينه وبين قريش لو كان معه أحد، لو مع أحد حيكون مسعر للحرب.
فعلم أبو بصير أن النبي يريد أن يرده فانفلت وذهب حتى نزل بسيف البحر، سيف البحر يعني ساحل البحر، وعسكر هنالك. فانفلت أبو جندل فلحق به، فكان كل من يترك قريش ويخاف أن النبي يرد يذهب إلى أبو بصير وأبو جندل، فكونوا هنالك عصابة، ونعم العصابة، عصبة ونعم العصبة، مجموعة كونوا فريق عمل هنالك. ما تمر قافلة بقريش لقريش إلا وتعرضوا لها وأخذوا ما فيها من أموال ويهاجموها ويأخذون أموالها، فأرسلت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي إيش أرحم بهم وأرفق، رجل بيقدر المصالح والمفاسد، فأرسلت إليه تسأل النبي صلى الله عليه وسلم: نناشدك بالله والرحم، الرحم حيعرف الرحم الآن، ما كانش عاوز يكتب الرحمن الرحيم، نناشدك بالله والرحم أن تستقدمهم للمدينة، أن أنت تدخل هؤلاء عندك في المدينة، وإحنا حنرضى بذلك، العهود تنقض والقوانين تغير، لو وجد من يعمل مش ينهزم نفسيا. كان ممكن أبو جندل بقى إيه؟ رجعوني وسبوني صح؟ ويعمل إيه؟ لكن لا لا لا، ما عنده ما، هم أرادوا الله عز وجل ويعظمون الأمر ويعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يراعي أمور علموها هم رضي الله عنهم وأرضهم. ما أعظم نفسيات الصحابة، أبو بصير وأبو جندل ومن كان معهم، ما كانت عندهم نفسيات. أنتوا فاكرين لما سلمتونا؟ والله ما سلمناكم يا عم، بس الأمر فيه مصالح ومفاسد. بس المهم فأرسل إليهم صلى الله عليه وسلم أن ائتوا للمدينة، فقدموا مدينة رسول الله وانحلت هذه المشكل عند قريش. ما أجمل لما تقرأ الحديبية أو عمرة الحديبية، تقول: ما أجمل النظر للمآلات وسعة الصدر والصبر وطول النفس، اللهم صلي وسلم على رسول الله. أو والله سعة أثر هذا الصلح، الصلح كان له أثر، أثر هذا الصلح كان لهذا الصلح أثر كبير. في بعض الأحيان الناس يتكلمون عن موقف ويتركون إيه الأثر. فدخل أناس في الصلح، ودخلت خزاعة كما ذكرنا، وبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيظهر في المرحلة القادمة أن يخاطب ملوك العرب والفرس والروم، وبدأ من في الحبشة يعودون، وبدأ الأمور تتسع. بل يكفي في صلح الحديبية أن على أثر هذا الصلح أتى عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة، على أثر هذا الصلح بعد ذلك، يعني أن عمرو بن العاص هؤلاء أتوا بعد فتح مكة، لكن نقول عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة أتوا متأثرين بهذا الصلح، لما رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد الوحي لأنه رسول مرسل. فلما قابل خالد عمرو بن العاص قابله في الطريق فقال: لقد ظهر لنا المنسم، أي الطريق، يقول خلاص واضحة، أصبحت واضحة الأمر، مش محتاج إيه، لأن الصحابة عرب والعربي أصيل، إذا عرف الحق أتاه ولو على نفسه. لكن ما تلبث به بعض الناس اليوم، هذا إن دل يدل على أن في خلل حتى في المعدن. فأسلم عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة، وأتوا طائعين راغبين في الإسلام، يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبيعون على الإسلام ويبذلون للإسلام كل ما يملكون من غال ورخيص ونفيس، ويفدون الإسلام بالأرواح والأنفس والمهج والمواهب والقدرات. فلما رآهم صلى الله عليه وسلم وقد قدموا قال: إن مكة قد ألقت إليكم أفلاز أكبادها، مكة ألقت إليكم بعمر بن العاص، خالد بن الوليد، عثمان بن طلحة. طب تخيل أن النبي دخل عنوة،
في الحديبية كان هؤلاء أول من يكونوا مقتولين أو قتلة للمسلمين، وكان هذا يزيدهم إصرارا على الصد أو البعد عن الإسلام. فصلح الحديبية كله أثر، فكل ما سنتكلم عنه بعد ذلك هو أثر صلح الحديبية. البعوث للروم، فارس، ملوك العرب، النجاشي، كل هؤلاء كان أثر هذا الصلح، لأن النبي حيت قريش القوى الكبرى تقاتله، حيت قريش 10 سنين، ثم بدأ صلى الله عليه وسلم يخاطب ملوك العرب والعجم. هذا ما سنعرفه إن كان لنا في العمر بقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.